حنروح؟ هلا بدنا نروح اكيد لمحطتنا الاخيره لليوم مع العمل الانساني والمبادرات التطوعيه يلي امتدت لتلامس مختلف جوانب الحياه وتكون رديف اساسي ضمن ما يسمى عمل المجتمع المدني. واليوم رح نستعرض اعمال جمعيه لها بال طويل في مجال المبادرات والعمل التطوعي. جمعيه ساعد ونتعرف على ابرز محطاتها 2018 و2019 مع رئيس مجلس اداره ساعد عصام حبال. يسعد صباحك. صباحكم خير، صباح جمهور خير كمان. أكيد. اهلا وسهلا فيك، يسعد الله صباحك. هيك ان شاء الله عطله هيك تكون حلوه على الجميع، ولكن نحن رح نحكي للمشاهدين هلا اللي فاتحين التلفزيون عم يتابعونا عن ساعد اللي اسمه مقترن لساعد، اسمك كبر وكبر واقترن بمبادرات عديده. بدنا نحكي عن 2018 دائما السنه الماضيه تماما. كان في بانوراما منقول كبيرة كتير، أعمال كتير كبيرة، خلينا نحكي عنها. ساعد هي طبعا مثل ما عودت العالم أنه تكون معها بكل الظروف اللي موجودة. مثل العادة احنا في عنا عدة مبادرات اشتغلنا عليها، ولكن كانت أهمها هي استجابة أهلنا بالغوطة اللي كانت بمنطقة عدرا. هون اللي عجبني بالموضوع كتير أنه المتطوعين تفاعلوا مع الحالات بشكل كتير كبير، لدرجة أنه في منهم في طلاب جامعة أجلوا دراستهم لحتى يكونوا موجودين بهذا العمل ويقدروا يساعدوا ويخدموا العالم الموجودة. إضافة لوجودنا مع الأطفال بعودتهم للمدارس، وجودنا مع الطلاب الجامعيين كمان بدعمهم من خلال المحاضرات، من خلال إذا لازمهم شيء مصاريف أو شيء، لخس الجوع، للشتوية هلأ عم نحكي عليها. نحن الشتوية عنا بتنقسم 2018-2019، صح؟ يعني مكملين تماما. ساعدنا ب 18، هلا عنا 19 شيء جديد بنشتغل عليه. شو هو الجديد؟ شو جدول اعمالكم لسنه 2019؟ رح نبلش فيه فعليا بمبادره جديده رح تكون، او هي قديمه ولكن مجدده بطريقه جديده. حيكون في عنا صناديق موزعه، او حيكون في تعامل بيننا وبين مدارس وجامعات. يعني نحن اليوم الطفل بيهمنا نعزز فيه روح التطوع، روح العمل، روح العطاء. في تعاون اليوم مع وزارة التربية على أنه يكون في مذكرة تفاهم بيننا وبين وزارة التربية، لنكون موجودين بأغلب المدارس مع الطلاب، نحكي معهم، نوعيهم على أنه موضوع اليوم إذا في عندي قطعة زايدة صغرت علي ما حبيتها ممكن يكون في حدا تاني بحاجة لها. حيكون في عنا صناديق، خلينا نقول هيك تبرعات يحطوا فيها الأطفال. نعم. مع كلمة حلوة للطفل اللي بده ياخذها. هاي التياب رح تتاخذ تنغسل وتنكوى بشكل كتير أنيق، تتغلف، تتقدم للعالم كمان بطريقة كتير لذيذة. نشعر بحاجة الغير وألم الغير بطريقة كتير حلوة. هذا اللي احنا بدنا نعززه بأطفالنا وشبابنا بالمرحلة القادمة. تمام. يعني عملية التشبيك اللي عم بتقوموا فيها مع وزارة التربية هي خطوة جدا مهمة. حتى مو بس الطفل عم يلبس شيء يدفيه، كمان عم يتعلم العطاء. قديش هي حلوه النميه للطفل من هو وصغير انه يعطي. نحن بنقول له للطفل عطي، ترسم بسمه، هيدي البسمه اللي عم يشوفها رفيقك هي السمايل. السمايل نحطه تبع الابتسامه، هي طلعت من الاطفال. يعني هي الاطفال اللي رسمتها ونحن اخذناها عم بحكي كلوجو لنا. اي لا، نحن في عندنا سمايل لوجو لعملنا، هذا رسموه الاطفال نفسهم. يعني انه هن فرحوا لما عطوا حدا. حتى بنحاول نخليهم يتشاركوا بهذا الموضوع. يعني بخس الجوع مثلا احنا بننزل الاطفال معنا. نعم. بينزلوا بيغسلوا الخضره، بيساعدونا بتحضير الوجبات، بتخف الانانيه. لا لا، وبيشتغلوا بطريقه كمان كثير حلوه، وعم بيعززوا عندهم روح الجماعه. صحيح. والتعاون، هذا شيء كثير حلو. اليه العمل عندكم بما انه كبرت العائله، شو الجديد؟ برجع بقول اليوم نحن ساعد فكر. يعني اليوم ساعد مو بس مبادره، خلينا نقول حدا بردان ندفيه، حدا جوعان نطعميه، حد لا، في فكر بنشتغل عليه، في شيء مهم بنقدمه للمجتمع. يعني مثلا خلينا نقول اليوم في عندنا مبادره بلشنا فيها السنه الماضيه والسنه ردنا رجعنا عززناها اللي هي ضويه. يعني اليوم في عندنا حارات بتعرفوا بالشتاء 4:30 5 بتعتم الدنيا، قطعت الكهرباء، ما عاد في اضاءه بالشارع. في بنت راجعة من معهد، في زلمة كبير راجع ممكن يكون من جامع أو راجع من سوق أو فهذا الشارع معتم. أطلقنا مبادرة السنة الماضية سميناها ضويها، واللي ما عنده لدة احنا جاهزين نقدم له اللدة ونقدم له الشريط الكهرباء، بس هو المطلوب منه انه يوصلها على البطارية تبعه بس لنضوي الشارع. قديش هيك شيء حلو هذا الشيء. هلا الحلو اللي عم نحصده، خلينا نقول العالم اللي بلشت تتفاعل من حالها وتصور لنا شلون كان الشارع قبل ما تحط اللدة تبعها وشلون صار الشارع بعد ما حطت اللدة.
اليوم نحن بنرجع بنقول الفكر هو مجتمع، اذا ما قدرنا نشتغل عليه بشكل كامل ما رح نوصل لنتائج ايجابيه. انا اذا بدي اعود المحتاج على انه طعميه وشربه واو رح يرضخ للامر الواقع، لا انا بدي وعي اكثر، انا بدي اخليه يشتغل يتفاعل اكثر. اضافه ل 2019 حيكون في عندنا كمان ممكن تكون في دورات مهنيه، نحن اليوم بحاجه كهربجي، بحاجه حداد، بحاجه تبع صحيه واو واو، هي فرص عمل كمان، في شباب عاطلين عن العمل في فتره اعاده اعمار سوريا، فبدنا كثير من هذا الحكي. هذا الحكي اللي احنا حنشتغل عليه ان شاء الله كمان بالفتره القادمه لنقدر نعزز السوق بالشباب اللي قاعدين اليوم بلا عمل، بلا عمل، شيء بالقهوه شيء عم يقول لك ما في شغل، لا تعال ندربك وتعال نلاقي لك شغل، يعني بالنهاية اليوم الشغل ما رح يجي لعندك. يعني هذا تأكيدا على كلامك أنه ساعد مو جمعية هي بس بتعمل مبادرات خس الجوع، هي فكر تمام. عم تسعى لأنه تقدم شيء للعقول لتقدر تشغل صح. طاقات منتجة اللي هي نحن نعول عليها في بناء سوريا، في رسالة معينة دائما من كل جمعية من كل مؤسسة صحيح. رسالة ساعد اللي كان اللي انبنت الجمعية وأسست على أساسها. هذا عم بقول لك الفكر اللي هو إن اليوم أنا بدي إياك تكون شخص مبادر، يعني إحنا اليوم حتى بالجمعية كتير بيجينا طلبات تطوع، نقول لهم إحنا اليوم بنشكركم على أنكم قدمتوا طلبات تطوع وحابين تكونوا موجودين معنا، ولكن إحنا بيهمنا المبادر، يعني بيهمنا الشخص اللي بيطلع فكرة ليخدم المجتمع فيها، ليقدر يساعد المجتمع فيها. هذاك اليوم كمان كنت بالصدفة مع أحد سائقي التاكسي عم نحكي على ساعد ومعجب بالشيء اللي عم يشتغله، قلت له طيب إذا طلبت منك شغلة أنت رايح على البيت مثلا وين بيتك؟ قال لي بجديدة، قلت له طب أنت طالع على جديدة إذا حطيت إشارة ساعد جديدة وحدا مقطوع بالطريق وطلعته معك ووصلته أنت بتخسر شيء؟ حلو. قال لي لا، قلت له طيب ما فيك تعملها؟ قال لي مبلا، وهلا بوعدك إنه إذا طالع ما معي زبون لا أعملها، لا وقف شوف إذا العالم اللي طالع على جديدة طلعوا معي. فبرجع بقول اليوم نحن فكر نبدع من خلاله نبادر من خلاله، ولكن العمل التطوعي موجود، والشاب والشباب السوري أثبت أنه هو شباب قادر على أنه يقدم وقادر على أنه يعطي وقادر على أنه يشتغل بدون أي مقابل، بس عطيه الفرصة. طب أخذ الفرصة مين بده يبادر؟ اشتغل لتبادر أكثر. كمان أنتوا بتبادروا بتأمين فرص العمل مثل ما حكيت تماما. ايه تمام، يعني عم بيصير بالطرفين، يعني انه انت كمان قدم شيء يخدم مجتمعك، طالب جامعه يخدم ونحن بنكمل معك، نحن موجودين معك صحيح. هذا اللي احنا عم نشتغل عليه. هلا شو المسؤوليات الجديده اللي ترتبت عليكم بما انه قلت لك عائلتكم كبرت؟ هو هي الفكره اللي عم لك عليها، مسؤولياتنا اليوم نكون مع المبادره بشكل كامل، نكون مع الابداع، نفكر بشيء جديد. اليوم الحمد لله الأمور خلينا نقول صارت أحسن إن شاء الله. الأمن صار أفضل، فينا نتحرك أكثر، فينا نفكر أكثر ببعض، فينا نساعد بعض أكثر. يعني مثل ما حكينا اليوم طالب خلص بروفي أو صف تاسع أو بكالوريا في قدم كتبه بدل ما يتلفون ويكبون ويفرح أنه هو خلص، أنه يعطيهم لطالب بحاجة لأنه تمام. طالب جامعة ما بيقدر يحضر محاضرات لأنه عم يشتغل ليصرف على حاله ويصرف على أهله، احد الطلاب الثاني يقدر يساعده يكتب المحاضرات، احنا جاهزين ناخذه منه نطبعهم ونقدمهم للطلاب اللي بحاجه لهم. هذا الفكر اللي احنا بحاجه له، توزيعه بين المجتمع. استاذ عصام هذا مو بس فكر، هذا عمل نبيل وسامي بيقوموا في طبعا جمعيتكم والجمعيات المشابهه لها دائما في، يعني خلال السنوات الماضية للمبادرات بتحطوا مثل أنتوا شو الثغرات اللي وقعتوا فيها، شو المشاكل والعقبات اللي واجهتكم بتحاولوا تتفادوها بالمبادرات الثانية، قديش مهم أنه خطة العمل الموضوعة مثلا لل 2019 بال 2018 نحن كان عملنا هيك ما قدرنا نعمل هيك بسبب الظروف، كان عنا هاي الثغرة، كان عنا هاي دي العقبة، كيف أنتوا بتجتمعوا كمجلس إدارة بتناقشوا هدول القصص لتقدروا تتفادوها بال 2019؟ هلا فعليا هو المتطوع على طول بيكون متحمس اكثر من مجلس الاداره، فعلى طول بيكون الاجتماع مع المتطوع هو اللي بيعطينا انه بده يقدم بده يشتغل بده يساوي. كعقبات فعليا نحن فينا نقول ما تجاوزت 10% العقبات. لا فعليا معناتها العمل كان مو بس على ساعد على فكره، يعني اليوم المجتمع الاهلي عم بياخذ فرصته بشكل كثير كبير على الارض، كموافقات عم تطلع بسرعة، كمتابعة من الوزارة من عدة وزارات، يعني لا بنحكي مثلا اليوم على مذكرة تفاهم مع وزارة التربية، طب أنا جمعية
بمجرد ما اقول مذكر التفاهم مع وزاره، فمعناتها انه اليوم الوزاره عم تتابع عملنا وحابه انه تكون موجوده معنا او نكون موجودين معها بشكل كبير. طبعا اضافه لانه نحن حيكون في عنا كمان قريبا مذكر تفاهم مع وزاره الزراعه، لانه كمان في فكره كثير مهمه بنشتغل عليها. اليوم نحن في عنا 28 محميه طبيعيه موجوده بسوريا. انا بتحدى اي سوري اليوم يعدد لي 5 من 28 او 3. انا عم بسمع منك تماما. تماما. ليش نحن اليوم ما نشجع السياحه الداخليه؟ نطلع هالعالم تطلع تشوف هالمحميات، تطلع تساعد بحمايتها، تساعد خلينا نقول بشيء زياده لإلها، تزرع، تنظف، تعمل اي شيء او تتعرف عليها، يعني اقل احتمال تتعرف عليها. فهذا الحكي كنا عم نشتغل فيه مع وزاره السياحه السنه الماضيه. ان شاء الله كمان حنكمل فيه بال 2019 ونشتغل عليه. برجع بقول كلنا لازم ناخذ الفكره ونشتغل عليها لتصير الفكره انجاز، لانه اذا ضلت اذا ضليت بس عم اقدم لك طبق اكل طبق اكل طبق اكل طبق بعدين حتى خس الجوع السنه حتكون غير خس الجوع السنه الماضيه. في افكار جديده رح تنطرح رح تنشغل عليها. السنه رح نصل على البيوت، يعني السنه الماضيه كان يجي ياخذ من عنا، السنه رح نصل لعنده، ممكن نتغدى نفطر عنده. وبرجع بقول في افكار جديده عم نشغل عليها. البلد صارت مفتوحه اكثر، صار فينا نشتغل براحه اكثر. فتره اعاده اعمار، فبتمنى لك التميز اكثر وجمعيه ساعد تكبر اكثر واكثر. وشكرا كثير لوجودك معنا الاستاذ عصام حبال. شكرا لكم. شكرا لكم. يعني حديث لطيف لافكار جميله رائعه كنت معنا فيها استاذ عصام. كل التوفيق لساعد وكل الامل ايضا بانه تكون في مبادرات مثل ما قلت، مو بس مبادرات على الصعيد الخس الجوع ولا تياب، كمان نحن بدنا نمتد اكثر لنشجع السياحه اللي كثير هي نقطة مهمة سمر، وخاصة السياحة الداخلية، كون الأراضي السورية هي من أجمل الأراضي وأكثر يعني خلينا نقول خلابة جدا. فكرة هذا الموضوع بده حلقات. بده حلقات. أكيد صحيح. أكيد متابعين معك بحلقات قادمة أستاذ عصام. كوني رحال سابق فعندي خبرة بهالموضوع هذا كثير. كمان يعني إيه حب المغامرة. شكرا كثير لك لهون سمر.